في الأوساط الدينية والغذائية سنتكلم عليه اليوم بإسهاب، وسيكون كل شيء بمشيئة الله وحوله. كيفية الحمل ببنت عن طريق التغذية، كيفية الحمل ببنت عن طريق الجماع، ما هي أسس النظام الغذائي الصحيح للحمل ببنت؟ هل فعلا للتغذية دور كبير؟ وهل فعلا أن الجماع وطريقة الجماع وأوقات الجماع تحدد جنس الجنين الذي يمكن أن يكون مستقبلا؟ كل هذا يبقى بحول الله وفي الفيديو الموضح الآن، تابعوني حتى الأخير لتعم الفائدة. سلام لي، كيف ان شاء الله؟ كيف تكونوا بصحه وعافيه؟ انا بنعمه الحمد لله ربي يديمها عليا وعليكم ان شاء الله. قبل ما ندخل في موضوعنا لنهار اليوم، ما تنساوش كالعاده العويد تصلوا وتسلموا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. موضوع الحمل ببنت موضوع شائك وله جدالات كثيره. نقول في البدايه ان كل شيء يكون بمشيئه الله، وللعلم ايضا نسبه من ذلك. يتحدد جنس المولود عن طريق الكروموزومات التي تحملها الحيوانات المنوية، والمعروف علميا أن الحيوانات المنوية الذكورية تسبح بشكل أسرع في مهبل المرأة، لكنها تبقى على قيد الحياة لفترة قصيرة جدا مقارنة بالهرمونات الأنثوية عند الرجل، فإنها قليلة السباحة قليلة السرعة، لكنها تضم إمكانية الحياة على في مهبل المرأة لفترة أطول من الهرمونات الذكورية. تبدأ في معظم العائلات اللي عندها ولدين مثلا بنت وذكر، في الولد الثالث تقريبا أو الولد الرابع تبدأ في التخمين لإنجاب جنس معين، يمكن أن يكون أنثى أو المرغوب ذكر. في الماضي كانوا يعتقدون أن الأم هي وحدها المسؤولة عن جنس طفلها، لكن اكتشفت العلوم والأبحاث والتجارب أن الأب هو الذي لديه الدور الحاسم في الواقع. لماذا؟ لأن الخلية الأولى للجنين تتكون من 46 كروموزوم، هذا بشكل علمي ثقافة فقط، بما في ذلك اثنين يسمى الجينوسومات أو الكروموزومات الغير متجانسة التي تميز الجنس X في بويضة المرأة و X أو إغريك في الحيوانات المنوية عند الأب. طبعا عندما ينتقل الX بالX تولد فتاة، وعندما ينتقل X بالإغريك يولد الفتى. لا تتمتع الحيوانات المنوية الإغريك أو الإكس بنفس الصفات، ومن هنا جاءت فكرة استخدامات مهارات أخرى و أنظمة جديدة للترويج لوصول الحمل وانتخاب الحمل وتخطيط الحمل قبل حدوثه وانتخاب الجنس المطلوب سواء فتى أو فتاة. من أهم الطرق للحمل ببنت والتي كانت مجربة تقريبا هي أولا الاعتماد على أهمية النظام الغذائي. النظام الغذائي يجعل درجة حموضة مخاط عنق الرحم أي الإفرازات التي تكون أثناء العلاقة الحميمية بين الزوجين تسهل مرور الحيوانات المنوية الأكثر حمضية. سوف نحتاج إلى اتباع نظام غذائي صارم، إذ بدأ أن هذه هي الطريقة التي تحقق أفضل النتائج، فهي بلا شك أكثر تقييدا في الواقع، وحققت نسبة نجاح ما لا يقل عن 85% تقريبا. يجب البدء في النظام الغذائي قبل 2 إلى 4 أشهر من الإنجاب أو التخطيط للحمل. نحتاج في هذا النظام إلى التركيز على الأطعمة الغنية بالكالسيوم والمغنيزيوم وقليلة الملح، لذلك يمكنك تناول منتجات الألبان في أوقات الفراغ وشرب الكثير من المياه المعدنية والخبز الأبيض والبيض والحب، لكن بدون ملح، والخضروات وفواكه طازجة أو مجمدة. ونؤكد من أن الحد والتقليل من استهلاك الأسماك واللحوم يكون هو المطلوب في هذا النظام، لكن حذاري 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 كما قلنا في الفيديو السابق الخاص بريجيم الحمل بولد. كما هو الحال مع أي نظام غذائي هناك مخاطر نقص في التغذية، احصلي دائما على نصيحة من طبيبتك النسوية، خاصة إذا كنت في مرحلة
ريجيم مزدوج، يعني ناس راحي في ريجيم تنحيف أو تسمين وتحوس الزيت تدير الريجيم الثاني اللي هو ريجيم تحديد الجنس، باش تناقشي الموضوع مليح مع الطبيبة نتاعك وتبداي في نظامك الغذائي. النظام الغذائي يعمل على تعزيز الحموضة. الفكرة هي أنه التأثير على درجة حموضة المهبل. أثبت الأطباء أن الحيوانات المنوية إكس اللي خاصة بالبنات تفضل البيئة الحمضية، بينما يفضل الكروموزوم إكغاك الخاص بالأولاد البيئة الأساسية. في الواقع يتم تقديم الحيوانات المنوية من النوع الأنثوي على أنها أبطأ، هي في الأصل بطيئة وقليلة السرعة، لكنها أكثر مقاومة من الحيوانات المنوية من النوع الذكري. يعني هي بطيئة لكن تقدر تعيش لفترة كبيرة في المهبل، مع العكس ذلك كما قلنا في بداية الفيديو. لذلك نعقد مهمة الأخير، يعني مهمة الكروموزوم الذكري بزيادة حموضة المهبل. الناس اللي تشك أنه الغذاء نتاعها ما هوش متكامل، ما خلاش المهبل حمضي خاصة عند النساء، نعطيك طريقة. المحلول اللي تستعمليه قبل الجماع، محلول خل الكحول. خل الكحول في لتر ماء، نأخذ ملعقتين كبيرتين في لتر الماء، نستعمله كغسول قبل الممارسة، يعني تشلي به المنطقة الحميمية. وقت المعاشرة وقت الجماع ثاني يلعب دور كبير كبير كبير. كما على بالنا الكروموزومات الأنثوية طويلة الحياة لكنها قليلة السرعة مقارنة بالكروموزومات الذكري، لذلك يفضل الجماع قبل أيام الدورة، قبل أيام التبويض عفوا. لازم تراقبي التبويض نتاعك اللي تكون عنده علامات معينة، وهي وجود زلال البيض، هذاك الإفرازات اللي كي زلال البيض اللي تتغير إلى أبيض داكن حتى تولي الأبيض مائل إلى الوردي تقريبا، هناك يعني راكي في قمة التبويض. رايحين نمدوا للحيوانات المنوية الذكورية الأنثوية فرصة كبيرة أنها تتقدم عن الحيوانات الذكورية بتوقيت الجماع. يعني الناس اللي ناوية تحمل ببنت بعد الصفاء، بعد الطهارة من الدورة الشهرية، تبدأ في عملية الجماع بشكل دوري بشكل يومي تقريبا حتى تمد هذه الفرصة للكروموزومات الأنثوية أنها تبقى في المهبل لمدة طويلة وتكون النتائج إن شاء الله مرضية. فقط بالإحساسك إذا ما شفتي الزلال، إذا ما شفتي علامات التبويض، هنا تتوقفي عن ممارسة العلاقة الزوجية إلى ما بعد التبويض. بالتالي الطريقة هذه لازم تتبعي مليح 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 فترة التبويض نتاعك أنت والزوج الكريم، وتتعلمي كيفية الحساب وتاخذي صفات الحيوان المنوي اللي راكي باغية يطغو على جسمك سواء أنثوي أو ذكر. ولازم تديري في بالك أنه بيناتهم اختلاف، وهو البطء والسرعة في الحركة، مدة العيش القصيرة والطويلة. من أهم الأطعمة، والله من أنواع الأطعمة التي تزيد من فرص الحمل ببنت، هي الأطعمة التي تنتمي إلى الحمضيات والغنية بالفيتامين سي، مثل الخوخ، الأناناس، البرتقال، حيث تساعد على معادلة حموضة الرحم، وهذا يؤثر بالإيجاب على زيادة فرص الحمل ببنت. يجب إدخال نسبة جيدة من المغنيسيوم لجسم السيدة التي ترغب في إنجاب البنت، وبالتالي يجب عليها تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم وتجنب الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والصوديوم. نجد أنه نفس الأطعمة تقريبا هناك طعام فيه الكالسيوم والبوتاسيوم، فيه المغنيسيوم وفيه الصوديوم بنسب جد متقارب، لكن لما تطغوا نسبة كبيرة 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 عليه، رايحين نقول لك تأكلي هذا تصنفيه ضمن ريجيم الذكر مثلا، أو هذا تصنفيه ضمن ريجيم الفتاة. من أهم المأكولات المطلوبة في ريجيم الحمل ببنت، المأكولات الحلوة، المأكولات غنية بالألياف، المأكولات
الصامتة، الصامتة يعني السامجة، يعني قليلة الملح قليلة الصوديوم، بالتالي مأكولات غير حارة، مأكولات قليلة الحموضة. صنفوا معايا، ننصح في أول شيء تناول الشوكولاتة، لكن الشوكولاتة الصحية، تكون الشوكولاتة الداكنة بنسبة ما لا تقل عن 75% من الكاكاو الخام. كذلك البقوليات، الأفوكادو والموز، مع أن الموز يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، لكن ممكن إدخاله في هذا الرجيم مرة في الأسبوع، مرة في 10 أيام، مفهوم؟ من الضروري أن تتناول السيدة وجبة غذائية غنية بمنتجات الألبان والبيض. جميع هذه المنتجات تزيد من نسبة الكالسيوم في الدم، مما يزيد من درجة حموضة الجسم، وهذا ما يطلب من أجل الحمل ببنت. يجب الاهتمام أيضا بكمية المياه التي تدخل الجسم، لأن تناول كمية وفيرة من الماء تزيد من قدرة الجسم على استخلاص الكالسيوم من الأطعمة. الناس اللي ما تشربش الماء في أي حالة، ما نحوسوش غير على الحمل، راح تعاني 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 من تيبس العضلات والعظام وتكيس المفاصل وتكلسها. تجنبي تناول الملح كما قلنا قدر الإمكان، لأن الأوساط الحمضية تقتل الحيوانات المنوية الذكورية، لذلك لا تتناولي كميات كبيرة من الصوديوم أو البوتاسيوم، وحتى الكافيين يعني الشاي والقهوة حاولي تقلي منهم. تناولي المأكولات اللي تحتوي فقط على المغنيسيوم والكالسيوم، على سبيل المثال كما قلنا البيض، الدجاج، الأرز، الفاصوليا الخضراء، النشاء، الفستق، التوت، العنب، تجنبي الزبيب. أكثري أيضا من تناول الخضروات بكاملها لكن بدون ملح. قللي قللي من الملح في الطعام. الفواكه الحامضة قللي منها، وروحي للفواكه الحلوة مثل التفاح، الفراولة، التوت، الشوكولاتة الداكنة، إضافة منتجات الألبان، الحليب الرايب، الحليب العادي كامل الدسم، اللبن، الزبادي، لكن تكون قليلة الملح. الأجبان أيضا والزبدة الحيوانية تكون قليلة معدومة الملح تقريبا، يعني كل شيء حاجة صامتة كيف كيف. البهارات نقصي من الفلفل الأسود، اجتنبي الفلفل الحار، البابريكا في أطعمتك. تناولي الخضروات عادي، تناولي لسوب عادي، الشربات عادي، لكن فقط الطعم غيريه غيريه قدر المستطاع. في الحمضيات يمكن الاعتماد على البرتقال والابتعاد عن الليمون. كخلاصة للحمل من خلال كل ما أهدرت فيه، تجنبي الوصول إلى هزة الجماع لكي تحافظ على بقاء الوسط الحمضي لمهبلك والقضاء على الحيوانات المنوية الذكورية. يعود السبب إلى أنه عند تحقيق المرأة لهزة الجماع تتحرك الحيوانات المنوية بشكل أسرع إلى عنق الرحم. بما أن الحيوانات المنوية الذكورية هي الأسرع، ستصل إلى البويضة لتخصيبها قبل الحيوانات المنوية الأنثوية. تجنبي الجماع في أيام التبويض، حاولي الجماع قبل بعد الطهر من العادة الشهرية، وقبل أيام التبويض فور حدوث التبويض، فور ذاك ملاحظتك أن هناك إفرازات غير طبيعية في الجسم نتاعك في أيام التبويض، لكل واحدة والتبويض نتاعها، هنا لازم تحبسي هذا العلاقة. تكون ديجا الجسم نتاعك مليء بالكروموزومات، وبالطبع قلنا الكروموزومات الذكرية ما تعيشش بزاف، لكن الأنثوية تروح حتى 3 أيام، رايحة تكون فرصة وصول الكروموزومات الأنثوية إلى البويضة وقت حدوث التبويض أكبر من وجود الكروموزومات الذكرية. استحمي بالماء الساخن إذا عملت العلاقة الحميمية مع الزوج أثناء التبويض، فور ما تكملي العلاقة استحمي بالماء الساخن باش تموت الحيوانات الذكرية وتعطي فرصة أكثر للحيوانات الأنثوية أنها تعيش. مارسي العلاقة قبل التبويض ب4 أيام أحسن وقت بشكل دوري. اتخذي الوضعية التقليدية العادية
أثناء العلاقة الحميمية باش تحافظي على الوسط الحمضي وما يكونش هناك حركة كبيرة في الرحم، مهزات تخلي الحيوانات المنوية الذكورية هي الطاغية. احرصي على ممارسة العلاقة الحميمية بعد الظهيرة. اتبعي النظام الغذائي المقترح لمدة لا تقل عن 2 إلى 4 أشهر مع استعمال العازل. لما تهيئي البيئة القلوية للمهبل تاعك، خاصة للنساء اللي سبق أنهم ولدوا بزاف الذكور، هذه الحمية تتبعيها أنت والزوج الكريم، هو باش يعطي فرصة للكروموزومات الأنثوية تكون بكثرة في المنين تاعو، وأنت باش تعطي للمهبل تاعك الفرصة أن الكروموزومات الأنثوية هي اللي تعيش. الناس اللي سبق لها أنها كانت عندها ذكور تتبع هذه الحمية من مدة لا تقل من 2 إلى 4 أشهر حتى تحقق الهدف المرجو، وتكون لازم دايرة العازل توجدي روحك قبل. من بعد تحبسي أول شهر راح يكون بالريجيم، طبعا تكملي بالريجيم تاعك العادي اللي هو تنقصي من بزاف حوايج كنا هدرناها وهدرنا عليها. راح ندير لكم فيديوهات خاصه بالمعادن، البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم، كل فيديو وحده. نقترح مجموعه من الاطعمه الغنيه بهذه الحوايج، لكن انت غير الاطعمه اللي ذكرتها ديريها، لانه اصلا المعادن موجوده في كل الاطعمه لكن النسب تختلف. حاولي اول ما تتأكدي انه في حمل رايحة ترجعي لتاكلي الأطعمة اللي كنا مانعينها عليك، باش يصير توازن في جسمك للمعادن وتمدي الفيتامينات والمعادن الناقصة للبيبي تاعك بحول الله. ان شاء الله تكوني فهمتيني، ان شاء الله تكوني فهمتي الفكرة وفهمتي الموضوع وفهمتي كيفاش تخدمي على تحضير الرحم لاستقبال مولود أنثى بحول الله. يبقى كل شيء بحول الله. اللي وصلت معي لهنا نقولها شكرا على المتابعة الكاملة، دمتم سالمين، ربي يرزقنا وإياكم ذرية صالحة لتكون سند ووتد لنا في هذه الدنيا. ما توفيقي إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلت وإليه أنيب. سلام.